اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو موضوع عايز اتكلم فيه مع حضراتكم، هو موضوع هام جدا، نظام العمل داخل النادي الاهلي. طيب خليني ابدا في نظام العمل داخل النادي الاهلي بموضوع مهم جدا. ناس كتيره جدا تقول لي ايه، بقول لك يا عم اسلام، هو ليه النادي الاهلي اعلن عن صفقه كهربا بدري؟ عشان عندنا مشرف على الكوره ولجنه تخطيط ومدير كوره بيعرفوا يفكروا. تاكدنا من كل ما يحدث خلال بقى موضوع كهربا والكلام ده، بعدين بقى نبقى نتكلم فيه ان شاء الله، ربنا يسهل يعني ان شاء الله، واقول لكم ايه اللي ممكن يحصل في هذا الموضوع. لكن بعيدا عن كل ده، انت كهربا محتاج ان هو يكون عنده برنامج تاهيلي عشان احنا محتاجينه في المباريات القادمه، لانه اصبح لاعبا في النادي الاهلي. فاستنى واعلن في شهر واحد لما خصوصا ان هو لاعب حر، خدوا بال حضراتكم، ودفع وتم دفع الشرط الجزائي بتاعه، ولا اعلن من دلوقتي علشان ينزل ويتمرن ويتعمل له برنامج تاهيلي واضح علشان يرجع على اول او يبدا من اول يناير ان شاء الله يكون داخل مع الفريق بقى، والرؤيه الفنيه يلعب او ما يلعبش دي رؤيه فنيه. عشان عندك ناس بتفكر في مصلحه النادي بتاعها او النادي اللي بتحبه، مش النادي بتاعها، النادي اللي بتحبه. مشرف على الكوره ولجنه تخطيط ومدير كوره بيقعدوا مع بعض بيظبطوا المواضيع، هنعمل ايه، يلا توكل على الله، لانه هي دي مؤسسه النادي الاهلي، هو دي كره القدم داخل النادي الاهلي. ف اللي بيسالني برد عليه بقول له النهارده اتفرج بالليل عشان تعرف، او اتفرج يوم الاربعاء بالليل عشان تعرف انا ليه الاهلي اعلن عن صفقه كهربا بدري. دي اول حاجه. تاني حاجه، لانه محتاج ان هو يتعمل له برنامج تاهيلي بس. ادي الموضوع بمنتهى البساطه. المدير الفني محتاجه خلال الفتره القادمه رؤيه فنيه، هيلعب مش هيلعب دي حاجه بتاعته، بتاعت المدير الفني. ف الموضوع بيمشي بهذه الطريقه. فالراجل خلص برنامجه التاهيلي اللي بقى خلال منذ تم الاعلان عن هذه الصفقه، وحتى الان وهو كان معمول له برنامج تاهيلي معين، اتخلص البرنامج التاهيلي، اصبح النهارده اول يوم لكهربا مع الفريق الاول بشكل جماعي للنادي الاهلي. امام حضراتكم اهو محمود كهربا بيتمرن مع الفريق الاول لكره القدم. بعد كده كهربا هيخش في المنظومه، خلاص الفريق الاول للنادي الاهلي، الدنيا هتمشي تتظبط وتبقى كويسه جدا. وفي النهايه المدير الفني عنده 30 بقى لعيب، ولا شوف كام لعيب، يختار اللي عايز يلعب يلعب، او اللي هو عايز يلعبه بما يتناسب مع افكاره هيلعبه. عشان بس الخناقات اللي انا قلت لحضراتكم عليها والفتاوى اللي انا قلت لحضراتكم عليها خلال الفتره اللي فاتت دي، اصل رمضان صبحي مش عارف ماله، اصل مش عارف مين تعبان ومين متضايق ومين ايه، اي كلام في اي كلام بيتقال. خلاص كهربا اصبح لاعبا في النادي الاهلي وبيتمرن مع الفريق. الرؤيه الفنيه يلعب بقى وما يلعبش دي مش بتاعتنا، مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك، دي بتاعت المدير الفني اللي الحمد لله الامور ماشيه معاه بشكل جيد، وكسبنا اول 8 مباريات في الدوري العام المصري. بس لسه بدري، لسه بدري جدا على اي حاجه، لكن الحمد لله الامور لغايه دلوقتي ماشيه بشكل جيد. فريق بيظهر بشكل جيد، عندك مجموعة جيدة من اللاعبين، عندك الحمد لله حتى المصابين بسم الله ما شاء الله هيبتدوا يخشوا بقى خلال الفترة القادمة. يعني كريم نيدفيد في المراحل الأخيرة من برنامجه التأهيلي وهيخش مع الفرقة، هتزداد الفرقة قوة بقوة. أيضا هناك بعض اللاعبين المصابين، يعني محمد محمود الحمد لله الأمور ماشية عنده بشكل جيد، حمدي فتحي نفس الموضوع، سعد سمير شفته الحمد لله رجع بالسلامه ولعب الماتش اللي فات وكان متالق الحقيقه في المباراه الاخيره امام الاتحاد السكندري، بسم الله ما شاء الله حاجه جميله جدا. ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله حاجه رائعه الحقيقه في الماتش الاتحاد، منتهى التركيز منتهى القوه، على الرغم من ان هناك بعض الانتقادات اللي طالت ايمن اشرف بعد مباراه النجم الساحلي، ولكن ايمن نفسه يقول لك انا بالنسبه لي جمهور النادي الاهلي رقم واحد، لازم ارجع اركز تاني، ومفيش لعيب ما بيغلطش يا جماعه. كرة القدم كده، مفيش لعيب في العالم ما بيغلطش.
لكن المهم ارجع امتى وابقى كويس امتى، وعشان خاطر جمهور النادي الاهلي انا اقدر اعمل اي حاجه عشان ارجع مره تانية ابقى كويس، وبنفذ تعليمات المدير الفني واللي مطلوب واللي بيطلبه مني المدير الفني. هي دي كره القدم. لكن مفيش حد، مفيش فرقه بتقعد تكسب طول عمرها، ومفيش فرقه بتقعد تتعادل طول عمرها، ومفيش لعيب بيفضل طول عمره كويس. زي ما انتم شايفين اهو، كهربا موجود، عمار حمدي موجود، جيرالدو موجود، وليد ازارو موجود، اليو ديانج موجود، كل اللاعبين الحمد لله متواجدين